يستمر تدفق المساعدات السعودية إلى لبنان عبر الطائرة 17 والتي تحمل على متنها 30 طنا من المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية. الطائرة 17 خلال رحلتها التي ستنطلق بعد قليل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ركزت على السلال الغذائية، وحمولتها الأساسية هي السلال الغذائية بأكثر من نصف الأطنان. نتحدث عن قرابة 17 طن من المساعدات الغذائية، وتحديدا السلال الغذائية تم تخصيصها للنازحين في هذه الطائرة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المساعدات الإيوائية عبر الحقائب الإيوائية التي يتم توزيعها للنازحون، بالإضافة إلى ذلك النازحين، بالإضافة إلى ذلك الحقائب الشتوية التي بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتضمين الحقائب الشتوية في طائراته خلال الأيام القليلة القادمة لمساعدة النازحين على مواجهة برودة الطقس خلال ساعات الليل. مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية يقوم بتسريع وتيرة وصول المساعدات إلى هناك لأيضا ضمان استمرارية التوزيع بشكل عاجل وسريع في كافة المناطق اللبنانية. وعندما نتحدث عن كافة المناطق اللبنانية نحن نتحدث عن شمال لبنان في طرابلس والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى الجنوب الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي بشتى الطرق. وأيضا شاهدنا عدد من المواطنين اللبنانيين خلال الأيام الماضية وثقوا في جنوب لبنان وصول هذه المساعدات السعودية إلى مناطق تتعرض يتعرض أهلها للقصف بشكل كبير. هذا ما حرص على العمل عليه مسؤولو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العاملون هنالك في لبنان على وصول المساعدات إلى كافة المناطق وبشكل سريع. وهذا الجسر أيضا الذي أوصل أكثر من 500 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، ويستمر عبر سلسلة من الطائرات التي تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة لترسل عشرات الأطنان لمساعدة النازحين والمتضررين من الحرب في لبنان. عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث الرياض.